طيب نرجع مع حضراتكم بس سريعا، نعمل يعني نعمل كده مراجعه سريعه للدوري المصري. الدوري المصري واقف فين؟ ايه الترتيب العام لغايه دلوقتي؟ حضراتكم عارفين الترتيب ده لسه بيروح ويجي، لكن زي ما قدام حضراتكم بيتصدر الدوري المصري لحد دلوقتي في هذه اللحظه بيراميدز في المركز الاول ب 32 نقطه، يليه انبي في المركز الثاني ب 29 نقطه. طبعا مع اختلاف عدد المباريات هتلاقي عدد مباريات بيقل وبيزيد، ده طبعا حضراتكم عارفينه. الاتحاد السكندري في المركز الثالث 28 نقطه، المصري البورسعيدي في المركز الرابع ب 28 نقطه، زد اف سي في المركز الخامس ب 27 نقطه، يليه الجونه في المركز السادس ب 25 نقطه، سيراميكا كليوباترا في المركز السابع 24 نقطه. كل الامور قريبه جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين عدد النقاط، ولكن طبعا اختلاف عدد المباريات. مودرن فيوتشر الثامن ب 24 نقطة، طلائع الجيش في المركز التاسع بنفس عدد النقاط 24 نقطة. المركز العاشر سموحة ب 22 نقطة، النادي الأهلي في المركز ال 11 ب 21 نقطة، النادي الزمالك في المركز ال 12 بنفس عدد النقاط 21 نقطة. بلدية المحلة في ال 13 ب 19 نقطة، البنك الأهلي في المركز ال 14 ب 18 نقطة، إسماعيلي في المركز ال 15 ب 18 نقطة، فاركو في المركز ال 16 ب 12 نقطة، نفس عدد النقاط للمقاولين العرب في المركز ال 17، والداخلية المركز ال 18 الأخير ب 10 نقاط. نشوف كمان هدافي الدوري لغاية دلوقتي، لاعب حسام أشرف لاعب بلدية المحلة ب 11 هدف، مبلولو لاعب النادي الاتحاد السكندري ب 9 نقاط، أحمد بالحاج سيراميكا ب 8 أهداف، ومصطفى زيكو لاعب زد اف سي ب 7 أهداف، ومحمد سالم لاعب المقاولين العرب ب 7 أهداف.